نبدأ بقى ايه، نحط الأبواب والشبابيك بتاعتنا. أول حاجة نبدأ نرسم الشباك، تمام كده. نجيب أول حاجة قايمة الشفافة بتاع الدورز، وأقول له بقى لاين. فاكرين احنا اتعلمناها ان احنا نرسم الأبواب صح؟ متر هتبقى متر 25، ايه؟ متر 25 ليه؟ على أساس إن أنا باخد الحتة الزيادة دي أخليها صح. مثلا على اروح اعمل له اوفست بوينت واحد، ولا بوينت واحد بوينت واحد 1000 عشرة سم صح كده؟ اروح اعمل هنا لاين، واروح اعمل له اوفست بوينت واحد برضو، واروح مختار الاتنين دول كده اعمل لهم ميرور. واروح جاب الهاتش، واروح جاب هنا ايه سوليد، ومختار المكان ده المكان ده صح كده. واروح ادو ايه اوكي. المشمهندس بيقول احنا اول حاجه نعمل عشان الحته اللي هنمسك منها خليها 12 سم، الحتة التانية نعمل الايه الارك بتاعنا الاول. درو ارك ستارت وسنتر وانجل، وانا مصر ان انا اعمل ستارت وسنتر وانجل. المفروض سالب 90 برضه ما رضيتش، هي اتعملت في حتة يعني ماشي، وليكن انا اعملها متر كده عشان نقول له درو ارك او سي بوينت. واحد ايه يا ساتر، تحليل دلوقتي يا عم، ده هو ماشي بالعافية الكمبيوتر. خلاص خلاص اقفل بقى. خلاص من درو ارك ستارت وسنتر وايه، ادي الستارت وادي السنتر وادي الاند صح كده. واروح شايل ده، اروح منزل هنا مسافة كام؟ بوينت اتنين. وهنا كام؟ بوينت اتنين. بس ممكن اسأل السؤال، هي الحتة دي لما تقطع، لما تقطع الحيطة هنسيبها، يبقى المفروض انها تبقى تابعة لير الحيطة صح ولا لا؟ تبقى على نفس اللير صح كده؟ طيب نعمل منه نسخة تانية ميرور حوالين العكس ده، عشان يبقى واحد ليفت واحد رايت. خلاص نبدأ نعمل البلوك، بيج بلوك، واسميه اول واحد دور رايت. خلاص البيج بوينت من الرايت ده الرايت صح، البيج بوينت هي دي سيلكت، اروح مختاره كده عشان ما اختارش الايه الحته دي. خلاص وراح الاوكي، انا اكرر نفس الامر تاني واسميه دور ليفت، الباك بوينت بتاعتي هي دي اختاره، اروح مختار ده كده اوكي صح. خلصت كده اروح ماسك، ابدا احط الايه الادوار بتاعتي اللي هي الابواب يعني. هنا في باب، اروح جايب هنا انزرت بلوك، الباب اللي هنا دور رايت هيفتح على ايدي الايه اليمين، احطه هنا صح. الباب ده اخليه كام في كام؟ 90 صح كده، واخلي الاتجاه بتاعه ده مظبوط صح صح كده. طيب كمان ده دور رايت برضو هنا بوينت 9 اهو كده كويس صح كده. الاوضه اللي جنبهم الشمال دور ليفت اهو صح 90، الاتجاه ده انا موافق عليه خلاص صح كده. الحمام اللي هنا مش كله حمام، في هنا غرفة خلع ملابس دي، بعد كده اروح داخل على الحمام. طب دي جت منين؟ اروح اعمل مالتي لاين من هنا، لا طبعا اجيب الاول حاجة الوول،
واجيب مالت لاين واظبط الجاستيفيكيشن عشان امسكه من الزيرو واروح ماسكه من هنا لغايه تحت صح كده، واروح مدمره عشان اعمل له تريمات صح نفس الشيء. علشان اعمل الباب بتاعي بتاع الحمام هنا، ولو ان هو مش عامل له باب، هو كل الموضوع ايه سايبه مفتوح كده ايه لانه تبع الاوضه. المسافة دي كلها كام؟ عادي بقى، ده كل المسافة دي متر 80 صح؟ هنسيب ان الباب مثلا هنقول ان هو كام؟ 80 سنتي؟ 80 سنتي هو ممكن يكون عامل يبقى متر من باب خارجي خالص لو فاهم ملابس الحمام. ما هو عامل الباب من هنا فاهمني؟ وهعمل من هنا متر كمان، نص متر اسف، عشان اروح قافل على كده صح كده؟ يبقى معنى ذلك ان الجزء ده هعمله داش. اعمله داش ازاي؟ اروح اعمل له تريمات الاول كده، واروح موصل خطوط تاني ها تمام، واروح مختارها واروح داخل على ايه داش، دبل كليك عليها، اخلي السكيل كام؟ نص، واعلم عليها كمان ماتش بروبرتيز صح كده؟ تقديش، واروح حاطط الباب هنا. الباب ده هيتفتح على ايدي الايه؟ اليمين، عشان احطه تحت. يبقى دور ايه؟ رايت. طبعا انا خليت 80 سم. ماشي؟ صح كده؟ ماشي. بالنسبة للحمام اللي بعديه، الحمام موجود بعد البانيو. يعني الباب مش لازق في الحيطة، بعد البانيو. خلاص؟ اروح اعمل هنا لاين مثلا كده على مسافه ايه البانيو كام عرضه يعني متر ماشي اهو. يبقى المفروض الباب يبدا بقى منين؟ هو هيبقى باب ايه رايت، يبدا من عند نهايه الايه الباب ده، عشان كده عملت اند بوينت خلاص. وهو 80 اهو. هو مش ممكن كنا عملناه شفت فروم، ممكن فروم اللي انت بص انا بعمل لك بكذا اسلوب عشان انت هتختار اللي انت عايزه فاهمني؟ نشوف كده هنا المطبخ اللي هنا، بخلي الباب هنا كده، هو المفروض الباب يبقى على الحرف يعني، هو هيفتح ايه ليفت اهو تقريبا صح كده. اروح داخل جوه، في بابين ده من المطبخ ده، في بابين واحد من اوضه السفره واحد من الترعه خلاص. يبقى في باب من هنا كمان، بس الباب ده هيفتح ايه؟ ليفت. لما الاقي ان هو عدى كده يبقى معنى ذلك ال 80 سم مش هتكفي، خليه 70 فاهمني؟ ما هو ده المتوفر بقى. سوري اجيب الامر تاني، ما تخافش هيطلع الطباق الاكل وكل الاشياء طلعنا سلاح عشان نستر ايش خلاص كده. نشوف باب الشقة، باب الشقة هنا، باب الشقة، باب الحمام صحيح ولا لازم له باب؟ يبقى ده نص متر. نعمل هيك بعد رايت، لا ليفت، ليفت من هنا كده ليفت، خلي 70 سم، ده ممكن يجي 80 خلاص خلاص خلي 70 ماشي. الحتة دي كده داش صح؟ اروح موصل ده للاخر كده، واروح موصل ده كده للاخر، واروح اعمل ترم. كل الموضوع بس ان انا بعمل ترم عشان افصل الخط يبقى ايه يونت لوحدها، الخط ده كده يبقى يونت لوحدها خلاص، وده كده كده يونت لوحده. اروح مختار ده مختار ده ودخل هنا على ايه داش، ونفس الفكرة بالظبط، دبل كليك خلي السكيل بتاعه كامل صح كده. باب الشقة بقى هو ده، باب الشقة هو فتحه ليفت ماشي، ليفت باب الشقة خليه من هنا كده متر 20 كده متر، خليه متر ماشي، متر مش مكفي برضه، هقول لك
بس انا عامل الترعه اللي قدامه متر، فالمتر بقى لما شلت منها احنا حيطه حاطينها ومش مش المزاد حيطه هتبقى حاطينها مشكله. الطرق في المزاد فانا فاحنا عمله حاسينها 90 يعني مزاد ده لو جيت 90 كمان. مش مشكلة. طب انا اقول لك على حاجه، نجيب الامر تاني، خلي من الاول هنا كده خلاص كده هيبقى زي الفل اهو. حلو بقى خلاص، نشيل ايه للحاجات دي، نسيبها نشيلها ولا ايه؟ خلاص كده ماشي. هنعمل ميرور اللي بره طبعا مش نفس لا مش بنفس الابعاد للاسف يعني. خلاص نبدا نعمل ايه للاوضه دي، هيبقى لها باب هنا، باب رايت ليفت. النظام ده مش اها كيف بقى؟ ليه بقى هو عمل هنا مع انه كان موجود؟ الاسناب اللي كانت ظاهره هي دي اللي بهدلت الدنيا، عشان كده يفضل لما اجي الزق الابواب اجي اعمل كليك عشان احدد مكانها ما احطش الاسناب. يعني بص الاسناب دي مشكله ليه؟ عارف انت ادي بوينت 9 انتر امتى؟ شوف انا واقف هنا، عارف انت لو في حته منوره في حته تانيه هيلزقها ناحيتها، فاهمني؟ فانا بقلق من الحته دي خلاص. ممكن بقى نعمل الشبابيك تبقى ايه، اسف الابواب بنفس الايه نفس السيستم الفكرة بالظبط. بقى ماشي نلاقي بالنسبه للشبابيك، نجيب كده شباك لاين متر واروح اعمل له ايه اوفست بوينت او 5 بس كده، واروح اعمل امر لاين واعمل له اوفست بوينت 10 خلاص. شايف الكلمات دي واروح اعمل ايه ميرور للحاجات دي كده، ام اي ام اي، واروح اعمل الايه هاتش دي ودي، اروح خلاص اروح معلم عليه كده واعمل ايه ميك بلوك. شوف انا بعمله كذا اسلوب، ممكن اعلم على البلوك الاول بعد كده اجيب الامر. البيس بوينت هي دي خلاص، واسميه ايه؟ ويندو ليفت ولا رايت؟ ممكن اي حاجة. ماشي اروح بس اهو ده الفضل ده الفضل اتنين واروح اعمل بس هذا الشباك هنا زرت بلوك ويندو صح كده؟ كام؟ متر 20 والتانية الحيطة بتبقى كام؟ 12 سم خلاص؟ مش المفروض نخلي المعامل بتاع الواي واحد؟ مع المعامل بتاع الواي سبت واحد، أنا دوست إنتر على الفاضي عشان كده سبت واحد. بس هو لما بتدوس انتر على بياخدوا مع نفس معامل الاكس. طب نجرب تاني، بص أنا معدي الويندو أهي، أدي أوكي، سبته هنا. السكيل فاكتور بكام؟ متر 20. يوز سكيل يبقى ندخله واحد صح. ماشي؟ صح زي ما انت قلت. خلاص؟ أنا عايز أحركه، خلاص موف كده وأمسكه من أي حتة وهيتحرك، أي هو شغل اف 8. صح كده؟ عايز أعمل شباك كده كمان. متر 20. صح كده؟ بس. أوكي. و الهاتش بتاع الترانسفيرس ولا تعالى عم نعمل الهاتشات يا عم، الهاتش بتاع الترانسفيرس ولا تعالى نعمل الكتابة الأول، نكتب الأول تكست تكست دي تي، احنا عرفنا الفورمات دي تي بس عم نكتب ايه المطبخ، نكتب المطبخ ماشي، نعمله نكتب الكتابة كلها بعد كده نعمل لها موف. خلاص كده الحمام، نكتب الحمام، نكتب ايه نوم، نكتب نوم، نكتب ايه استقبال، استقبال، نكتب ايه تاني فراغ مفتوح اي حاجة، منور منور، طرقة اكتب طرقة اللي هي مش مظبوطة راح اعمل شيفت اللي هي بس اشوف فين المطابخ، موف للمطابخ
مش موف بقى، انا عامل لها كوب عشان عندنا كذا مطبخ. عندنا مطبخ فين؟ اللي ادي جنبها مطبخ اهو، وادي مطبخ من مديرك. مطبخ تحت اهو، هنا اهو ماشي. بس هما شقتين يبقى مطبخين، الحمامات هي اللي كتيرة، ربنا يبارك فيها يعني. ماشي، ادي حمام تاني، تاني في واحد هنا، في واحد صغير هنا اه، في واحد هنا كمان اهي، بس كده صح. افرد الحمام ده يا عم، عايز اعمل له روتين 90 درجة صح كده. بس يبقى المطبخ كده خلاص والحمام كده خلاص. النوم بقى كوبي، ادي نوم هنا وادي نوم هنا وادي نوم هنا وادي نوم هنا وادي نوم وادي نوم، بس صح. استقبال استقبال اثنين كوبي، ادي استقبال وادي استقبال خلاص. اه هما المنور والتراك كتبوا مع بعض، يبقى كده مش هنا. طب نعمل ايه؟ ايدي اديت، وطبعا ما بصلهاش من هنا، لا انا اعلم عليها واقول له موديفاي بروبرتيز خلاص. الاوتوكادات اللي قبل كده كانت دي العمليات تبقى سهله فيها، اشيل ايه؟ طرق. الطرق دي بتبدا بحرف ايه؟ اللي هي الكوما دي، فعلا اروح اعمل لها ديليت واروح داس انتر شالها صح كده؟ ادي المره كوبي، ادي المره بس، هو كله بنروح خلاص. وراح اعمل جايب واحده كده واعمل لها كوبي واحطها هنا. لو انا عايز اعمل لها دبل كليك كده واقول لها طرقه، يروح ماسح القديم وحاطط الجديد خلاص. بس ده ما الهاتش. طب ده اسمه ايه؟ تراس. تراس حط هنا كده دبل كليك عليه واكتب ايه؟ تراس صح كده. الالف دي عشان تبقى مظبوطه هتكتبها شيفت الف، هي كده مش مظبوطه ماشي. اعمل هاتش يا عم، اجيب الهاتش، نختار نوع الهاتش بتاعه ده واقول له كده اهو، وابص عليه. اه ده الهاتش هنا يا عم خط مستقيم، نعمل الزاويه ده مش الزاويه صفر، الزاويه ايه صفر، خليها 45 اشوفه كده هلاقيه بقى راسي، لا يبقى 135 اشوفه كده اه ده حلو خلاص. بس الاول احطه على ايه؟ على الهاتش. الهاتش تمام، بجيب الهاتش يبقى دي اسمها ايه؟ هاتش خلاص. عايز اعمل ايه تاني؟ تعالى كده نفرش ال نجيب نكتات هاتش المطبخ. مطبخ المطبخ المفروض بعد ما افرشه اعمل له الهاتش. طب افرض انا عملت له الهاتش دلوقتي، هعمل الهاتش في كله، نجيب هاتش ايه؟ الشكل اللي قدامنا ده، الشكل اللي قدامنا ده نجيبه منين؟ اهو وخلي الزاوية بتاعته 45 وراح بختار كده دي ودي خلاص كده صح كده. طبعا كده مش لا ما انت ما قلت لك، شوف انت لما حطيت الكتابه وجيت حطيت الهاتش هو عمل حساب الكتابه. فبرضه لما تيجي تفرش، تفرش الاول وتعمل الدايمنشن بتاعتك الاول اللي انت شايفها دي. يعني تعالى نشيل كده ونجيب دايمنشن الاول، هنكتب كده دايمنشن، دايمنشن ليبل عشان احدد له بقى الابعاد على المعماري من هنا لهنا ومن هنا لهنا صح كده ولا لا؟ ماشي معايا؟ اروح محركها شويه كده خلاص. ابدا بقى اعمل الهاتش تاني دي ودي. بص عمل ايه؟ ساب مكان للكتابه. انت برضو الفرش لو فرشت الاول بعد كده تعمل الهاتش خلاص كده. الفرش بقى نجيبه منين؟ اروح فاتح كده اسيف الاول خلاص، واقول له فايل اوبي ادخل على المكان السيت اب بتاعي.
ايه اللي السيت اب بقى؟ حلو على السي او على المكان السيت اب بقى وخلاص. في الوقت كده 2006 ليفل ليفل اوتو اوتو بالإف كده اوتو هنا اها، وانا داخل على ايه؟ سمن. الاقي بقى فيه ايه؟ حاجات الحلوة خلاص. لا تعالوا كده، لو فتحت دي كده او دي ثروة ده احنا فتحنا سمن. هبص كده على اطلس، بيبقى فيه لوحات كهرباء، عارفين انت لوحات الكهرباء صح؟ بص على موديل كده، نحولها للملف اللي احنا عايزينه. بص بقى، لو انا عايز افرش حمام اروح واخد دي كده ودي كده ودي كده ودي كده الحوض صح؟ واقول له ايديت كوبي، واروح للملف بتاعي اللي هو ده واقول له ايديت حاجه فين؟ ستيب على كده ماشي. مو خدها الأول عندك أهي خلاص. فين يا عم؟ أحط لنا كده حمام بس ياخد بانيو. أروح أعمل موف، أدي الحمام ده، أروح حاطط البانيو هنا صح ولا لأ؟ والله البانيو يا باشمهندس قصير، أعمل له ستريتش كده، مش هيعمل ستريتش، عارفين ليه؟ لانه بلوك، يعتبر بلوك مش هيقدر. فايه بعد ما اجي في الاخر اروح اعمل له حاجه تدبير كده. صح ولا لا؟ وابدا اجيب الحاجات التانية خلاص؟ طيب اللي انا فتحتها لكم ديت فيها ايه بقى؟ فيها رسومات كهرباء ازاي تعمل نجف لمبه ونجف والحاجات دي كلها، فاهمني؟ لو فتحت ايه؟ بدل ما ادخل على سامبل دخلت على تبلت، لا يا فاضية، دخلت على تبلت اكسبورت اكسبريس برضه لا يا فاضية، مش فيهاش حاجة أوي. فهي دي اللي الموجودة، بس هي اللي هتلاقي هي السامبل بس اللي فيها كل حاجة خلاص. لو قلت له على ديزاين سنتر هيجيب لك بقى إيه؟ إيه لو عايز تفرش أقول لك هاوس أهو، هاوس ديزاين، قلت له أوبن، هتلاقي بقى هنا ملان زغطات، تشيل الجريد دي مش عايزينها. هتلاقي بقى هنا ايه؟ حمام المطبخ مش عارف ايه كده يعني خلاص. في برضو حاجات تانية لو فتحنا ايه تاني؟ المطبخ اها، كيتشن خلاص، تشيل الجريد. لو انت عايز المطبخ بتاعك ده الحوض بتاع ال ماشي، تلاجات دي، ثلاجة، تكييف، كده يعني. ده الحاجات اللي هي المتطورة بالمايكروويف والحاجات دي. احنا عندنا بوتاجاز بأربع عيون، أنت ممكن تزود له عين كمان كده يعني. طبعا الحاجات دي كلها تجيب لها إيه؟ كوبي وبيست خلاص. شجر ماشي، ده بقى الفرش أهو، السرير ماشي، ده السرير، وكرسي، كمبيوتر، ترابيزة سفرة، الحاجات ديت يعني خلاص. كنبة انتريه وفازة تقريبا دي، أو دي شماعة بتعلق فيها الهدوم خلاص. دي بقى البلوكات اللي انت ايه تبدأ تفرش فيها الايه المنشأ بتاعك خلاص كده. اروح راجع تاني الملف بتاعي، يبقى الملف بتاعي بقى ايه كده، المعماري بتاعي بقى 10 على 10. يبقى فاضل ايه؟ الانشاء.
لما شاء الله اسلم بكره يبقى اللوحه دي هسيفها عندي عشان احولها هي هيها الانشاء. بإذن الله. خلاص كده سيفها بعض الناس فضل العميد على المعمارة. بالظبط كده. أعطوني ست ساعات اللون. ما تقلقش طيب خلاص سيء الحمد لله.